هاي فراولاتي، كيفكم اليوم؟ أكيد بتذكروا حملة فرصتي اللي أنا شاركت فيها والمخصصة للبحث عن أحسن يوتيوبر، وأكيد رح تكونوا شفتوا وشاركتوا بالتحدي الأول اللي سويته زميلتي هيلة. وأنا اليوم كتير متحمسة عشان أسوي التحدي الثاني. هذا التحدي رح يكون تتمة للتحدي الأول، والناس اللي تم اختيارهم بالتحدي الأول هم اللي هم الحق يشتركوا بهذا التحدي. وهلأ صار وقت الحماس. والتحدي عبارة عن بوكس أو صندوق نحط فيه أشياء بتمر علينا بالحياة بدنا نحافظ عليها وتكبر معنا على مر السنين. فمثلا أنا من الأشياء اللي حابة ضلني أحافظ عليها هو جمال وإشراقة بشرتي، وبعد سنين حابة زوجي يقول لي أنت بتباني 10 سنين أصغر من عمرك. وكمان ممكن أحط بالبوكس أشياء لها علاقة بقناتي والأثر اللي حابة أخليه، اللي هو تشجيع البنات على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتواجهي مخاوفك وتتحديها لتوصلي اللي بدك إياه. بدي إياكم تفكروا بعمق وتطلعوا أفكاركم وإبداعاتكم. مثلا ممكن تكون أشياء إيجابية، درس بالحياة تعلمته، أشياء حلوة، مواقف مضحكة، ليش لا؟ أنا متأكدة 100% إنكم رح تبدعوا بهذا التحدي. كمان أهم شيء لما تخلصوا فيديوهاتكم ابعتوها على موقع فرصتي، رح خلي لكم كل التفاصيل بصندوق الوصف تحت. انشروا الفيديو مع اصدقائكم، ما تنسوا اللايك واشتراك بالقناة، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.